إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين والمؤمنات، فإن الله تبارك وتعالى جعل غاية أهل الفلاح وأمنية أهل النجاح ومبتغى ذوي الخير والصلاح المسارعة إلى الصالحات والاستباق إلى فعل الخيرات. قال سبحانه وتعالى مستحفا النفوس المؤمنة المحبة للخير، قال سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات. قال العلامة الفقيه الأصولي محمد بن صالح بن عثيمين في تفسيره لهذه الآية من سورة البقرة في تفسيره الموسوم بتفسير ابن عثيمين قال في تفسير قوله فاستبقوا الخيرات، قال من الاستباق، هو أمر من الاستباق، والمراد منه المبادرة إلى فعل الخيرات. قال وعدي بنفسه دون حرف جر كأنه ضمن معنى افعلوا الخير على وجه المسابقة، افعلوا الخير وزيادة معنى افعلوا الخير على وجه المسابقة. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر في تفسيره لهذه الآية العظيمة من تفسيره لرياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى الاستباق معناه أن يسبق الإنسان إلى الخير وأن يكون أول الناس في الخير، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولذا كان عباد الله المسابقة إلى الخير تقتضي المسارعة والعجل إليه على قول نبينا موسى عليه الصلاة والسلام وعجلت إليك ربي لترضى. والأصل في الخير المسابقة والمسارعة والعجلة إليه. يدل على ذلك ما رواه الإمام أبو داود في سننه وأبو يعلى في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه الألباني رحمه الله تعالى
من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التؤد في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، التؤد في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. ومعنى التؤد هو التأني وعدم العجلة، فالذي يتأنى في أموره ولا يتعجل في شؤونه كلها فهذا أمره محمود، فهذا أمره محمود، لأن التأني مأمور به شرعا، والعجلة لا تكون إلا من الشيطان. يدل على ذلك ما رواه الإمام أبو يعلى في مسنده من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. فدلت هذه الآثار على أن التأني محمود في الأمور كلها إلا في أمر واحد، إلا في أمر واحد فإنه يستحب فيه المسارعة والعجلة إليه، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص: إلا في عمل الآخرة، أي إلا في الأعمال الخيرة. ولذلك فوردت الأوامر الشرعية والأحاديث النبوية آمرة بالمسارعة إلى الخيرات والمبادرة إلى ميادين الصالحات. ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. موضع الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: بادروا، من المبادرة، والمبادرة هي الإسراع والعجلة إلى الأمر. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة إلى الأعمال، والمقصود هاهنا الأعمال الخيرة، أي الأعمال الصالحة، أي الطاعات وأعمال البر والقربات. ودل هذا الحديث على معنى عظيم، على أن أفعال الخير تعصم المرء من الفتن. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أسرع وأسبق الناس إلى الخير وأعجلهم إليه، هذا هدي نبيكم عليه الصلاة والسلام. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فلما سلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه. وتأمل هذا الوصف الدقيق، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من صلاة العصر، ولم يذكر الصحابي أنه قام في مقعده، فذكر الله تبارك وتعالى، قال: فلما سلم قام مسرعا يتخطى رقاب الناس مسرعا إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته. فلما خرج إليهم ورأى أنهم قد أعجبوا أو قد عجبوا من سرعته حين قام من الصلاة، قال: إني ذكرت شيئا من تبر كان عندنا في البيت، فخشيت أن يحبسني فأمرت أن يقسم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عباد الله، كان من أعظم هذه الأعمال الخيرة
التي يندب أن نسارع وأن نسابق وأن نتسابق فيما بيننا إليها، وهي من أفعال الخير التي عظمت غفلة الناس من أهل هذا الزمان، عظمت غفلتهم في الإقبال عليها واستحكمت فيهم الغفلة، حتى إن كثيراً من الناس من يحوم حول حما هذا الفعل الخير ينبذ ويجعل من الذين يتقحمون أو يقحمون أنفسهم فيما لا يعنيهم، ويستدل عليه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وإن كان في الواقع الذي ليس له من دافع أن هذا الفعل الذي سيكون موضوع محادثتنا هو من الأفعال التي يعني المرء. وأعني بهذا الفعل هو التقرب إلى الله عز وجل بالإصلاح بين الناس. والإصلاح بين الناس أيها الأفاضل هو من الأعمال الجليلة التي فيها من الخيرات العظيمة والمكاسب الجسيمة التي تهفو كل نفس مؤمنة إلى نيلها وإلى اكتسابها، إذ أن الإصلاح بين الناس هو تجارة رابحة، بل هو من أعظم التجارات الرابحة، إذ أنه تجارة مع الله عز وجل، والتجارة مع الله عز وجل ليس كالتجارة مع أرباب الدنيا، التجارة مع الله عز وجل الربح فيها مضمون 100%، ليس فيها أدنى احتمال للخسارة، ليس فيها أدنى احتمال للخطأ. ضف إلى ذلك أن الذي أخبرنا أن الإصلاح بين الناس هو تجارة مع الله هو أصدق الناس وأنصح الخلق للخلق نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد روى الإمام أبو يعلى في مسنده من حديث خالد النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب الأنصاري: يا أبا أيوب ألا أدلك على تجارة؟ والله إن النفس لتهفو لمثل هذه التجارة الرابحة. يا أبا أيوب ألا أدلك على تجارة؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: صل بين الناس إذا تباعدوا، صل بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. ما أسهلها من تجارة، ولكن الموفق من وفقه الله عز وجل إلى فعل الخير. صل بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. بل إن الإصلاح بين الناس أو إصلاح ذات البين هو من أعظم الصدقات التي يحبها رب الأرض والسماوات. فقد روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير وأبو يعلى في مسنده من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. أفضل الصدقة إصلاح ذات البين، أي الإصلاح بين المتخاصمين والمتنازعين. وروى الإمام الطبراني في معجمه والأصفهاني في كتابه التقييد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أبي أيوب الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب ألا أدلك، يا أبا أيوب ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله؟ قلت: بلى. قال: سل بين الناس إذا تفاسدوا أو تباغضوا. هذا لفظ الطبراني، أما لفظ
الأصبهاني في كتابه الترغيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا أيوب، ألا أدلك على صدقة يحب الله موضعها؟ قلت: بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: سر بين الناس فإنها صدقة يحب الله موضعها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الإصلاح بين الناس عباد الله هو من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فقد روى البخاري في كتابه التاريخ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، من حديث أنس بن مالك أو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل شيء أفضل من الصلاة، ما عمل شيء أفضل من الصلاة وإصلاح ذات البين وخلق جائز بين المسلمين. بل روى الإمام أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من الصلاة والصدقة والصيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحارقة. زاد الإمام الترمذي في روايته: لا أقول تحرق الشرع، لا أقول تحرق الشعر، وإنما تحرق الدين. ولعظم هذا الفعل عباد الله، وهو أن يسعى المرء في إصلاح بين الناس، والإصلاح هو التأليف بين القلوب والتآخي بين الناس. أحلت المسألة أن يسأل المرء مالا لمن تحمل مالا يريد أن يصلح بين الناس. هذه المسألة التي تأتي في وجه صاحبها خدوشا وكدوشا، ويأتي السائل وليس على وجهه مزعة لحم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن الذي يصلح بين الناس ويتحمل مالا ليصلح بينهما أحل الله له أن يسأل مال الزكاة، لعظم فعل الإصلاح بين الناس. ولذا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث قبيصة بن مخالط الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة، أي غرامة من المال، تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله، أي من مال الزكاة، فقال: أقم عندنا حتى تأتينا مال الصدقة، أقم عندنا حتى يأتينا مال الصدقة فنعطيك منه. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب منها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تتجلى رعاية الإسلام بمسألة الإصلاح بين الناس. أن أحل الكذب مع قبحه وشناعته وشديد الوعيد الوارد فيه لمن كذب أراد أن يصلح بين الناس. فقد روى الإمام أبو داود في سننه من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب من نما خيرا ليصلح بين الناس. وفي رواية عند الإمام البخاري: ليس بالكذاب من قال خيرا أو نما خيرا
يريد أن يصلح بين الناس، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان الإصلاح بين الناس وظيفة الأنبياء والمرسلين، ومهمة الموفقين من عباد الله الصالحين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة أشغاله أسبق الناس وأسرع الناس إلى الإصلاح بين الناس. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه وأورده أي هذا الحديث في كتاب الصلح من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى عمرو بن عوف وهم كانوا بقباء وكان بينهم نزاع، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه ليصلح بينهم. قال سهل بن سعد الساعدي: فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث عباد الله على فضل الإصلاح بين الناس، وعلى عظم منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أنه سمع بهذا النزاع الذي كان في قوم من عمرو بني عوف وجرى بينهم ما جرى، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصلح بينهم حتى تأخر عن الصلاة بالمدينة. وجاء في رواية عند الإمام البخاري قال لأصحابه: اخرجوا نصلحوا بينهم. وكذلك ما جاء في الصحيح حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته فسمع كعب بن مالك يقاضي أبا حذر في دين كان له عليه، فارتفع أصواتهما، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته فنادى: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار إليه أن ضع الشطر أي نصف الدين، فقال: قلت قد فعلت. وأشار إلى أبي حذر أن اقضه شطر ماله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإن من أعظم الإصلاح عباد الله أن يسعى المرء ويتوسط في الإصلاح بين الأقارب وبين ذوي الرحم. ولذلك جاء في صحيح الإمام البخاري في قصة عظيمة تدل على ما كان عليه السلف الصالح من الحرص الشديد على الإصلاح بين الناس وعلى التواد والتآخي بين المسلمين والتحابب بينهم. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عوف بن مالك بن الطفيل وهو ابن أخي عائشة رضي الله عنها لأمها، قال: حدثت عائشة أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة. قال عبد الله بن الزبير: وقد حدثت لهذا أمنا عائشة، والله لتنتهين عائشة عن هذا، عن البيع أو العطاء، أو لأحجرن عليها. فقالت أمنا عائشة: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. فقالت رضي الله عنها: لله علي نذر ألا أكلم عبد الله بن الزبير أبدا. فاستشفع عبد الله بن الزبير أي طلب الوساطة من غيره حين طالت هجرتها له، فتوسط بكل قرابة له وهي خالته، فلم ترد أن تقبل الشفاعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلما طالت الهجرة جاء عبد الله بن الزبير إلى المسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن الأسود عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، فقال لهما:
أنشدكما بالله عز وجل، إلا أدخلت مالي على عائشة فإنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به أي المسور وعبد الرحمن، أقبل بعبد الله بن الزبير مشتملين بأرديتهما. فلما انتهيا عند الباب باب حجرة عائشة، قال المسور بن مخرمة: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت: ادخلوا. قال: كلنا؟ قالت: كلكم. ولم تدري رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن معهما صاحب قصتها عبد الله بن الزبير رضوان الله عن الصحابة أجمعين. فلما دخلوا عليها، أقبل عليها عبد الله بن الزبير فاعتنقها وقبلها ويناشدها وهو يبكي، فاعتنقته وهي تبكي، فما زال يناشدها ويبكي. وناشدها المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود، فقال لها: نناشدك بالله إلا أن تقبلي عذرا وتكلمين. فلما أكثر عليها من التحريج قالت: إني نذرت، أي نذرت أن تكلمه، وقالت: النذر شديد. فما زال معها، وتأمل حرص الفلك رضوان الله تعالى عليهم كيف صبروا، فما زال معها حتى كلمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورضوان الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وهذا يدل عباد الله في ختام هذه الخطبة أن الإصلاح بين الناس هو من أعظم التجارات مع الله عز وجل، ومن أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، ومن أعظم الصدقات التي يتصدق بها العبد لذلك قال الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ما من خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة يمشيها العبد ليصلح بين متخاصمين. وسيأتي مزيد بيان وتفصيل لمسألة الإصلاح ومسألة الهجر بين الإخوة في الخطب القادمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.